التصنيف رقم 4 Basic Design، شوف تصميم الأساسي للمحرك. عندنا تصنيفين Reciprocating و Rotary. خلينا نشوف هسه الـ Reciprocating. Engine has one or more cylinders، إذن Reciprocating راح يحتوي على أما أسطوانة أو أكثر من أسطوانة، وكل أسطوانة بيها Pistons. هذا البستنز راح قلنا ريسبروكيت يتأرجح باك اند فورث ذهابا وإيابا. غرفة الاحتراق بهاي المحركات راح يكون الموضع مالتها او is located in the closed end of each cylinder، يعني انه الاسطوانة عبارة عن سيلندر مغلقة من الجهة العلوية، مغلقة من الجهة العلوية وراح تحتوي على البستن. Power is delivered to a rotating output crankshaft by mechanical linkage with the piston. يعني هذا البستن مربوط اللي داخل الأسطوانة، عندما يصير عملية الاشتعال يضغط على البستن ينزل الأجزاء الميكانيكية المتحركة mechanical linkage اللي مربوطة، وين راح تكون مربوطة بالcrankshaft، وهذا الcrankshaft هو راح نحصل من عنده الpower. Rotary engine is made of a block stator. stator يعني شلون شايفين الماتور الكهربائي، ماتور كهربائي الجزء الخارجي مثل ما اخذناه بالكهرباء انه نسميه stator. اذا هسه عندني انا هنا بلوك اسميه stator built around a large of non concentric rotor and crankshaft. اذا بداخله هذا راح ينشئ بداخله العديد من الاسطوانات موجوده، بس انه هنا الكرانك شيفت او الروتر اند كرانك شيفت نان كونسنتريك، يعني ما راح تكون بمركزيه، يعني اذا يختلف المركز مالتها. ايضا راح نشرحها لاحقا في محاضرات لاحقه. The combustion chambers are built into non rotating block. هنا راح نشوف الغرف الاحتراق تكون في بنان روتيتينج بلوك، يعني ما راح تصير متحركه، وانما شنو الروتر راح يفتر يحرك لنا الاذرع اللي موجوده به، وبالتالي يحرك البستم اللي موجود. التصنيف الخامس بوزيشن ا نمبر اوف سيلندرز ريسبروكيتينج اوف ريسبروكيتينج انجنز. اذا سينجل سيلندر يحتوي على اسطوانه واحده، engine has one cylinder and piston connected to the crankshaft. اذا شايفين هذه المحركات المولدات العفو الصغيره الكهربائيه، لا مو الكهرباء وانما اللي هي اللي تولد لنا الكهرباء اللي تشتغل على البنزين، هذه عباره عن one cylinder one piston ومربوط مع الكونكتد رود الكونكتد crankshaft العفو الكونكتد رود، والكونكتد رود مربوط مع الكرانك شافت. ان لاين هنا بهالحاله هذه انه السيلندرز راح تكون موضوعه على ستريت لاين، يعني في خط مستقيم، اذا يسموها ان لاين. وان بيهايند ذا اذر، يعني الاولى هنا بعدين الثانيه الثالثه الرابعه، اذا هاي راح تشكل عباره عن خط، اذا هذا هو سميناه وان behind the other along the length of the crankshaft. ايضا انه قد تحتوي على اثنين، لانه inline ما راح نسمي one cylinder inline، لكنه inline يسمى من اثنين فما فوق، اثنين to 11 cylinders or possibly more، وربما اكثر من 11 واحد. inline four cylinder engines، لاحظ inline four cylinders يعني هذا اربع اسطوانات، محرك اربع اسطوانات في inline، يعني كل واحده ورا الثانيه ويكون بخط مستقيم واحد. هذه كان بالمحركات الشائعه الاستخدام اللي تكون من اربعه، فراح يكون حجم المحرك صغير، وبالتالي اذا ما يستوجب يكبرون المحرك، يخلون محركات على شكل خط مستقيم. لاحظ بس اكو محركات inline 6 and 8 cylinders are strictly common automobile engines. ايضا اكو inline 6 and 8 cylinders
من 6 إلى 8، لكن هذا المحرك شنو راح يصير؟ يصير الطول مالته أكبر من أطول من اللي 4 سلندرز. الإنلاين إنجينز آر سامتايمز كولد، بعض الأحيان إنه هذا الإنلاين يسموه ستريت إنجين. ستريت إنجين معناته إنه الأسطوانات على خط مستقيم واحد. سي في إنجين، لاحظ هذا الفي إنجين يعني راح يشكل لي الأسطوانات راح تكون بجهة متقابلة للأخرى، جهتين متقابلتين، مربوط هذه الجهتين بكرانك. يعني معناتها لاحظ هنا هذه هسه حرف الفي، إذا هنا مجموعة من الأسطوانات وهنا مجموعة بالأسطوانات مربوطة مع الكونكتد رود، وهنا يكون الكرانك شيفت، هنا يكون الكرانك شيفت. فإذا two banks of cylinders، حزمتين وحزمة منانة وحزمة منانة شكل لنا حرف V at an angle، بيناتهم زاوية، ف along a single crankshaft، ومربوطين بcrankshaft واحد. The angle between the blanks of cylinders can be anywhere from 15 degree to 120 degree، يعني راح تكون من 15 درجة إلى 120 درجة، هاي الزاوية اللي موجودة بين اللي حرف ال V. Within 60 degree to 90 degree begin common. أيضا الشيء هسه هنا من 60 إلى 90. V engines have even numbers of cylinders from 2 to 20 or more، يعني أما من 2 إلى أكثر من 20. V6 and V8 اللي محتوي على 6، يعني 3 من جانب و3 من الجانب الآخر، أو 8 4 من جانب و4 من جانب المقابل، are common automobile engines، دائما تستخدم بالسيارات. With V12s and V16s historic found in some اللوكزري، هذه المحركات اللي تكون famous تكون غاليه فيسموها لوكزري and high performance vehicles، وبالتالي راح تكون اسعارها كلش عاليه. التصنيف دي opposite cylinder engine، لاحظ opposite cylinder engine، يعني هنا بهالحاله هذه اكو حزمتين من الاسطوانات تكون opposite each other، واحدة معاكسة الثانية، on a single crankshaft. لاحظ حزمتين راح تكون حزمة منها وحزمة منها ومرتبطين بcrankshaft بالوسط. With a single a V engine with 180، لاحظ هو نفس ال V engine لكنه الزاوية ما راح تكون من 60 إلى 90، راح تكون قد 180، يعني واحد باتجاه ال X axis X plus واحد بال X minus. These are common on small، هذه دائما يستخدموها بالمحركات الصغيرة small. هذه أنا هسه راح أشوف إن شاء الله هسه أشوفكم إياهن، هذه الأنواع اللي موجودة. فهذه دائما راح بال aircraft and some automobiles. These engines are often called flat engines، يسمونهن بالمحركات المنبسطة، يعني اللي example flat 4. ال W engine راح تسوي لي يعني V يعني وحدة بصف الثانية، فراح نشوف كل وحدة تحتوي على with 3 banks of cylinders on same crank shaft. دائما هذه راح يكون انه يستخدمونهن بالفور ريسينج اوتومبيلز بالمحركات السريعه، يوجوالي 16 سلندرز وذ اباوت اوف 60 ديجري انجل بتوين ايتش بانكس، كل بين زاويه وزاويه 60. اوبوزيت بيستن انجينز تو بيستن ان ايتش سلندر وذ ذا كومبوزيشن ان ذا سنتر بتوين ذا بيستن، والاخير اللي هو الراديال انجين. هذا الراديال انجين انه هذا راح يكون بسيركولار بلان اراوند ذا سنترال كرانك شيفت، يعني راح يكون بالوسط، واذرع منها ومنها هي هذه تمثل لي الاسطوانات، وهذا النوع يستخدموه يسموه نجمي،
مرة بعض الأحيان يسموه نجمي، وبالتالي راح يشتغل في البروبلر دريفن اير كرافت يوزنج راديال انجنز، أيضا يستخدمونه بالسفن بالمحركات السريعة إلى آخره. فنشوف أشوفكم الأشكال اللي موجودة. لاحظ هذا قلنا سينجل يكون بهالشكل، هذا انلاين، هذا الفي راح يكون حزمتين والزاوية اللي بيناتهم من 60 إلى 90، هذا الأوبوزيت سايد راح نشوف هنا الكرانك شافت، وهنا البساتم هذا بحال هذا حزمة متكونة من اسطوانتين، وهاي حزمة متكونة من اسطوانتين مربوطات بكرانك شافت واحد بالسنتر. هذه اللي W، هذا W عبارة عن V، هذا V وهذا V كلهم مربوطين بكرانك شافت واحد. هذه هنا نسميه، لاحظ ال F اللي هو ال opposite، أم أيضا opposite piston، هناك كان opposite سيلندر اللي سميناه هذا opposite سيلندر، لحظة هذا opposite سيلندر، أما هنا لا، شوف هنا opposite pistons، يعني نشوف إنه كل مجموعة لها crank shaft، يعني حزمتين، حزمة من هذه الجهة وحزمة من هذه الجهة، وكل وحدة لها crank shaft واحد. هذا اللي سميناه radial، فراح أو على شكل نجمي، فنشوف كل حزمة متكونة من مجموعة inline، هذا inline بكم اسطوانة، هذا inline كم اسطوانة أيضا هذه بالله. فنشوف هنا العديد من الاسطوانات قد يوصل إلى أكثر من 50 piston بي، وهذا كان يستخدمونه بزوارق السريعة الحربية.